فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرفق أو الغلظة؟ إذ نرى أن الأحاديث كثيرة في رفق النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وقلة الأحاديث التي تدل على استخدام اليد لتغيير المنكر. الناس يختلفون، الجاهل يرفق به، وأما المعاند الذي ليس بجاهل فهذا يتخذ معه الإجراء اللازم من تأديبه. والناس يختلفون، والله جل وعلا يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، يعني المعاندين هؤلاء لهم حل آخر. فالذي يرتكب المنكر إن كان جاهلا فإنه يرفق به ويعلم ويبين له برفق وتلطف، وأما إذا كان معاندا فهذا أهل الحسبة وولاة الأمور يأخذون على يده. نعم.